نشرة الأخبار من النبأ، والبداية بأبرز العناوين. عقيلة صالح وخالد المشري يؤكدان ضرورة تعديل الاتفاق السياسي. مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا تتهم الإمارات ومصر بتقويض جهود المصالحة وإفشال مهمة البعثة الأممية. مركز سبها الطبي يعلن استقبال قتيلين وأحد عشر جريحاً إثر الاشتباكات التي اندلعت الاثنين بالمدينة. أهلا بكم مشاهدينا. لتفاصيل، أكد عضو مجلس النواب سالم جنان توصل عقيلة صالح وخالد المشري إلى اتفاق بتعديل الاتفاق السياسي يمكن من إجراء تعديل على هيكلية السلطة التنفيذية. وقال أجنان في اتصال مع نبأ أن رئيسي مجلس النواب والدولة شددا خلال اجتماعهما في المغرب على ضرورة تقليص المجلس الرئاسي إلى ثلاثة أعضاء وتكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة منفصلة عن الرئاسي. كما أشار أجنان إلى أنهما اتفقا على أن يعرض كل منهما تفاصيل ما دار خلال الاجتماع في جلسة عامة يعقدها كل من مجلس الدولة بطرابلس ومجلس النواب بطبرق. هذا وكان رئيس مجلس النواب عقيلة الصالح طلب قبل اللقاء رئاسة مجلس الدولة بالموافقة على تعديل الاتفاق السياسي التي قدمتها البعثة الأممية لليبيا. التفاصيل في سياق التقرير التالي. جلسات حوارية جديدة أشبه بتلك التي عقدت بسخيرات عقب دعوة تقدمت بها المملكة المغربية لمجلسي النواب والأعلى للدولة في محاولة لكسر الجمود السياسي في ليبيا. بالعاصمة الرباط ومن تحت قبة البرلمان وجهت دعوة لعقيلة صالح وخالد المشري للقاء يجمعهما لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. المشري أعلن منذ توليه أن يأتي إلينا في طبرق ونحن نرحب به في طبرق. نحن إخوة، ليس بيننا عداوة، وهناك خلاف من أجل مصلحة ليبيا. نحن لا نختلف على ليبيا، ربما نختلف على بعض الإجراءات، وستتم اللقاء إن شاء الله بإذن الله. تعديل الاتفاق السياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقلا أبرز ما جاء على لسان رئيس البرلمان الذي دعا مجلس الدولة إلى الموافقة على مقترح البعثة الأممية لتعديل الاتفاق. دعوة سبقتها تأكيدات من الرئيس الجديد لمجلس الدولة أنه على استعداد لتقديم كافة التنازلات في سبيل الوصول لحل يرضي الطرفين. وأعرب الرجل عن تفاؤله بأن يكون هذا الاجتماع خطوة لبدء حوار حقيقي دون قيود أو شروط، تصريحات تبشر بحل سياسي يلوح في الأفق وإنهاء الأزمة الراهنة دون الدخول في مرحلة انتقالية جديدة، وهو ما أفصح عنه عضو مجلس الدولة محمد معزب الذي عد نجاح لقاء الرئيسين سبيلا لتهيئة الأجواء في ليبيا وإجراء انتخابات في أقرب وقت. وفي انتظار ما ستثمر عنه لقاءات الوفدين بالمغرب، يرى البعض أن نجاحها مرهون بقبول المجلس الأعلى للدولة لدعوة عقيلة صالح بالموافقة على تعديلات البعثة حول الاتفاق. الجولة الجديدة من الحوار بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تأتي في إطار محاولة الطرفين للوصول إلى تفاهم بشأن تعديل اتفاق سخيرات. فما هي أبرز مواد الخلاف بين الطرفين وما فرص التوافق بشأن أي تعديلات؟ لقاء مرتقب لرئيسي الطرفين السياسيين المعنيين بتعديل اتفاق سخيرات في الدولة ذاتها التي شهدت توقيعه منذ أكثر من عامين. جولة جديدة من اللقاءات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على جدول أعمالها إعادة النظر في تركيبة المجلس الرئاسي، إضافة إلى تعديل الاتفاق وفق مقترح من رئيس البعثة الأممية غسان سلامة. تتلخص نقاط الخلاف بين المجلسين في الفقرتين الثامنة والخامسة عشرة من الاتفاق. فالمادة الثامنة تنص على نقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع الاتفاق.
بحيث يتعين على المجلس اتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال 20 يوما، وفي حال عدم صدور قرار خلال هذه المدة يعين المجلس هذه المناصب خلال 30 يوما مع مراعاة التشريعات النافذة. فيما يتعلق بالمادة 15 من الاتفاق فهي تنص على شهور المناصب السيادية حال توقيع الاتفاق ثم الوصول إلى توافق بين النواب والدولة على تعيين هذه المناصب. وهذه المناصب هي رئيس المحكمة العليا، النائب العام، محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاؤها. 29 30 انتخاب خالد المشري رئيسا جديدا للمجلس الأعلى للدولة، وهو الذي صرح باستعداده لتقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق مع مجلس النواب قد يكون أعطى دفعة لمسار التعديلات على الاتفاق، بينما يرى مراقبون أن احتمالية الوصول إلى مثل هذا التوافق تزداد حاليا في ظل غياب شخصيات وصفت بالجدلية عن المشهد، منها قائد ميليشيات الكرامة الذي أخصاه المرض إلى مستشفيات باريس. هذا وشهدت الفترة الماضية لقاءات عدة بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب في عواصم عربية وأوروبية بحث خلالها تعديل الاتفاق السياسي وعدد من الملفات العالقة. فيما يلي أبرز هذه اللقاءات ونتائجها. اتهمت مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا الإمارات ومصر بتقويض جهود المصالحة وإفشال مهمة البعثة الأممية عبر تقديمها رشاوى لدعم أطراف سياسية دون أخرى. أضافت المجموعة في بيان نشر عبر صفحتها بتويتر الاثنين أن الإمارات تحاول إثارة الفوضى في ليبيا من خلال تسخير عمل البعثة إلى أهداف غير إنسانية مستدلة بصمت البعثة عما يرتكب من جرائم في بنغازي وسبها وعدم التحرك لفك الحصار عن درنة. وتبعت المجموعة القول أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعى خلال السنوات الأربع الماضية إلى تشتيت الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات المدنية والعسكرية في ليبيا بحسب البيان. اعتبر عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي المباحثات الدائرة بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة بالمغرب إمعانا في استبعاد الشعب الليبي وعدم احترام إرادته مقللا من أهميتها. دعا الصلابي في تصريح على موقع قدس بريس إلى الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى مؤتمر وطني جامع بإرادة الليبية، دعم دولي للوصول إلى مصالحة وطنية ووثيقة العهد باحترام نتائج الانتخابات والعبور بعدها إلى انتخابات تشريعية ورئاسية. كما أشار الصلابي لأن المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ولجنة الستين هي المؤسسات الشرعية الوحيدة في الدولة على اعتبار باقي الأجسام تشكلت بطريقة استثنائية أو صدر بحقها قرار حل قضائي. في شأن آخر قال أحد أعيان قبيلة العواجير عبد الحميد الكرة أنه مستعد للدخول في أي مشروع وطني بدعم المصالحة من أجل جبر الضرر مع التكثف في جهود الليبيين بعيدا عن أي تدخلات من الأطراف الموجودة في الساحة السياسية سواء بالشرق أو الغرب. والليبيين يبدأوا بالمصالحات الصغيرة وبعدين إذا كان فيه أي وحدين ما يكونوا مش من المثيرين للجدل، الأشخاص المثيرة للجدل، مش تحت سلطة واحد من اللي واقفين توا، من اللي قاعدين توا سواء في الغرب ولا في الشرق. الشرق نعم. تكون نقية بقدر الإمكان.
انا حندخل فيها ونلتقى فيها ونقولوا فيها راينا. والراينا هو زي ما قلت بدري ان الليبيين في حاجه الى حتحات على ما فات، في حاجه الى جبر الضرر، في حاجه الى رد المظالم بالطرق السلميه بالطرق الصحيحه، في حاجه الى رجوع اللي في الخارج، في حاجه الى 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 اطلاق سراح الأسرى والمساجين. وحمل الكزة في برنامج تلفزيوني على قناة الوطن مسؤولية تهجير عائلة بنغازي إلى كل من ترأس عملية الكرامة، مخاطبا قبيلة العواجير بمد يد المصالحة لأهل مصراته. حاليا المهجرين قاعد يقولوا لهم الهجر رقم ميليشيات العواجير، مش نحن كلنا مش منا، رغم أننا مفروض من ترأس الكرامة ولا ترأس العمل هذا هي يتحمل مسؤولية كل ما حصل. في الوقت اللي والله انا نقول لك بصراحه ونقولها للعواقير اسمعوها، خوتكم مزرعة ترى ما يدزوا عليكم، اتصلوا بينا لكن لاني لا ما عنديش الـ 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 ما مانيش مانيش شيخ عليكم ومانيش مسؤول عليكم وقاعد برا. نعم. يقولوا لكم اذا كنتم خلونا نصالحوا وشرطوا تبشرطوها وخلونا نبدا في حوار ونبدا في تفاوض. إلى سبها حيث أعلن مركز المدينة الطبي استقباله قاتلين وأحد عشر جريحا إثر الاشتباكات التي اندلعت الاثنين بالمدينة. وذكر المركز في منشور على صفحته على فيسبوك أنه تعرض لعدة طلقات نارية عشوائية تسببت في أضرار بقسم الولادة. أضاف المركز الطبي إلى تعرضه كذلك الأحد إلى سقوط قذائف على إحدى الوحدات السكنية الخاصة بالعناصر الطبية والمخازن، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات في صفوف الطاقم الطبي. أفاد رئيس المجلس المحلي السابق لحي الطيور بسبها آدم دازي بأن المدينة تشهد هدوءا حذرا. وأكد دازي في تصريح للنبندي على اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي الاثنين استهدفت أحياء الطيور والشركة الهندية والناصرية ومنطقة حجارة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، إضافة إلى اندلاع الحريق بالبيوت. وحمل رئيس المجلس المحلي السابق لحي الطيور مؤسسات الدولة مسؤولية ما تشهده المدينة من اشتباكات، مؤكدا أن الوضع يزداد تأزما يوما بعد يوم. من جهته قال الناطق باسم مجلس حكماء سبها حسن الرقيق أن المدينة تشهد هدوءا نسبيا بعد اشتباكات الاثنين. وطلب الرقيق في تصريح للنبأ من الحكومة المقترحة بتدخل سريع لحل الاشتباكات والأزمات التي تشهدها المناطق الجنوبية خاصة مدينة سبها. وأشار الناطق باسم مجلس حكماء سبها إلى أن الوضع الإنساني والمعيشي بالمناطق المجاورة للاشتباكات يزداد تأزما خاصة مع اقتراب شهر رمضان. أفاد مسؤول الإعلام بمجلس شورى مشاهدي درنة وضواحيها محمد المنصوري بأن المجلس أسقط طائرة دون طيار تابعة لميليشيات الكرامة. المنصوري وفي اتصال مع النبأ قال أن طائرة أسقطت بمحور الظهر الحمر. فضل الله عز وجل تم أسقاطها من الأخوة مرابطين على ظهور المدينة. هذه اللي تقصف فينا تاريخ اليوم 23/4 يوم الاثنين، فضل الله عز وجل. رحب شباب قبيلة العبيدات بزيارة وفد من عيال القبيلة إلى مدينة درنا ومد يد العون لفك الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيات الكرامة وسحب كافة أبنائها من محاور المدينة. وعبرت الرابطة في بيان صدر الاثنين تحصلت النبع على نسخة منه عبر عن رفضه لما اسمته التدخل السافر من مصر والسعودية والإمارات في ليبيا عامة وفي درنا بالخصوص، منددة بما تقوم به من عمليات عسكرية جوية وبرية بحسب نص البيان. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. شركة مليتا للنفط والغاز تقدر خسائر إغلاق حقل الفيل بأكثر من 200 مليون دولار.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت غرفة عمليات الطوارئ الجوية المشاركة بعملية عاصفة وطن قيامها بطلعات استطلاع جوي بغرض مراقبة ورصد تحركات فلول تنظيم الدولة. وذكرت الغرفة عبر صفحتها على فيسبوك أن الطلعات الجوية جرت فوق المناطق الصحراوية جنوب سرت ومصراتة. وأشارت الغرفة إلى أهمية القيام بالمراقبة ورصد تحركات المجموعات الإرهابية في تلك المناطق. قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاك أن الرئاسي يعمل مع بلدي مصرات على إزالة كل العوائق التي تحول دون عودة أهالي تورغا وتحسين البنية التحتية والخدمات داخل مدينتهم تمهيدا لرجوعهم إليها. بحث الرئيس أمس الأحد مع عميد وأعضاء بلدية مصراتة مستجدات عودة أهالي تورغا إلى مدينتهم والجهود المبذولة لإزالة كل ما يعيق هذه العودة. وتطرق الاجتماع إلى مشاكل البنية التحتية في تورغاء وعملية نزع الألغام وما تم إقراره من إجراءات لتوفير الخدمات العامة واستكمال تهيئة المنطقة تمهيداً لعودة الأهالي. قدرت شركة مليتا للنفط والغاز خسائر توقف صادرات خام مليتا نتيجة إغلاق حقل الفيل النفطي لأكثر من 60 يوماً ب4,400,000 برميل ما يعادل 239 مليون دولار. الشركة وعلى حسابها على موقع فيسبوك ذكرت أن الحقل أقفل منذ أواخر فبراير الماضي نتيجة تفاقم الوضع الأمني بالمنطقة وتهديدات حرس المنشآت النفطية للعاملين بالحقل. وأشارت إلى أن خسائر الحقل أصبحت تزداد باضطراد كبير نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتي وصلت إلى 74 دولارا للبرميل وفق بيانات صادرة عن مؤسسة النفط. هذا وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها لم تمنح شركة ماراثون الموافقة على بيع حصتها بشركة الواحة للنفط. أضاف رئيس المؤسسة مصطفى صنعلا أن أي صفقة من هذا النوع يجب أن تحصل على موافقة من المؤسسة الوطنية للنفط والدولة الليبية. أكد صنعلا أن أي محاولة لإبرام الصفقة قبل الحصول على هذه الموافقات تعد خرقا لاتفاق عقد الامتياز الموقع بين الطرفين بحسب قوله. إلى ملف الهجرة، حيث أنقذ حرس سواحل الليبي 74 مهاجرا غير نظامي قبلة سواحل الجربولي شرق طرابلس. وقالت البحرية الليبية في بيان صحفي إن دورية لحرس السواحل على متن زورق صبراتا تمكنت من إنقاذ مهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي متهالك بينهم 40 امرأة وخمسة أطفال من جنسيات إفريقية مختلفة. وأكدت البحرية أنه جرى تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم. إلى ذلك، تمكنت دورية لحرس السواحل من إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي شمال مدينة زليتن. وذكر حرس السواحل في بيان صحفي أن المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية وآسيوية مختلفة، من بينهم 38 امرأة وطفل واحد كانوا على متن قاربين مطاطيين. أضاف البيان أن المهاجرين جرى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس. قال السفير الإيطالي جوزيبي بيروني أن المنافسة بين حرس السواحل الليبي والمنظمات غير الحكومية في المتوسط تضع حياة المهاجرين في خطر. أضاف بيروني في حواره مع التلفزيون الراي الإيطالي أن الخطر يكمن في رمي المهاجرين أنفسهم في البحر خوفا من احتجازهم في مراكز اللواء ومن ثم إعادتهم إلى بلدانهم وفق قوله. أكد بيروني على احترام عمل حرس السواحل عندما يتولى مسؤولية إجراء عمليات الإنقاذ وفقا على ما نصت عليه لائحة السلوك بوزارة الداخلية الإيطالية. دعت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة مراقبة التعليم الواقعة في نطاق خدماتها للتسريع في الإفراج عن مرتبات المعلمين
المهجرين والنازحين من أماكن عملهم. الوزارة في خطاب لها نشرته عبر صفحتها الرسمية شددت على عدم إيقاف مرتبات المعلمين النازحين إلا بعد مراجعتها إداريا، أكدت أن حقية العاملين في الحصول على مرتباتهم بما يكفله لهم القانون الإداري ومطالبة مراقبات التعليم بحصر المعلمين النازحين إليها. استدعى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وزير الصحة المفوض عمر بشير الطاهر لمساءلته بشأن تهم التسيب والإهمال. قالت الهيئة في توضيح نشرته عبر صفحتها على فيسبوك الاثنين إن التهم تتعلق بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والمستشفى المركزي بطرابلس. وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاستدعاء يأتي في إطار ممارسة مهامها بمراقبة أداء مؤسسات الدولة. أكدت مصلحة جمارك مصراتة إرجاعها حاويات مهربة من ميناء المدينة بإجراءات جمركية لا تتضمن موافقة مركز الرقابة على الأغذية. وذكرت المصلحة على حسابها على موقع فيسبوك أن الحاويات المسترجعة عددها 34 وهي متحفظ عليها منذ العام الماضي وسعة كل منها 20 قدما. وأضافت جمارك مصرات أن المفترض للشركة الموردة لاستيراد زيت الطعام غير أنها استجلبت منتجات أخرى للعلامة التجارية أمازون. أما الآن مشاهدينا نترككم مع درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن الليبية. نهاية النشرة وأبرز ما جاء فيها. عقيل الصالح وخالد المشري يؤكدان ضرورة تعديل الاتفاق السياسي. مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا تتهم الإمارات ومصر بتقويض جهود المصالحة وإفشال مهمة البعثة الأممية. ومركز السبها الطبي يعلن استقبال قتيلين و11 جريحا إثر الاشتباكات التي اندلعت الاثنين بالمدينة. كما تابعتم أيضا، شركة مليتا للنفط والغاز تقدر خسائر إغلاق حقل الفيل بأكثر من 200 مليون دولار. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار مشاهدينا عبر موقع النبا الإلكتروني النبا.tv وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.